ده النهاردة فيديو جديد. النهاردة والنهاردة هنتكلم عن قانون الجذب بقى، وجزء مهم جدا من قانون الجذب هو ازاي نقدر نجذب شريك الحياة المناسب لحياتنا، او ازاي نقدر نجذب شخص يعني يكون رفيق الدرب في حياتنا. كالعادة بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتتابعوني على السوشيال ميديا على انستجرام وعلى الفيسبوك، وتقولوا لي بتتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه. يا جماعة النهاردة هنزل لكم حلقة لالي فؤاد، احنا كنا مع بعض وكمان شوية هتيجي العادة بليز تتفرجوا عليها. طيب النهاردة هنتكلم عن جذب شريك الحياة وازاي نقدر نجذب شريك الحياة المناسب او الرجل او المرأة الصح في حياتنا. القانون الجذب ده بيشتغل مع الست ومع الراجل، يعني انا هتكلم بصفة الرجل بس، يعني جذب الرجل المناسب في حياتك بس هو بيشتغل مع الاتنين. طبعا بليز ما تنسوش تعملوا لايك عشان اللايك بتاعكم مهم جدا لدعم القناة. بليز ما تنسوش تتابعوني على السوشيال ميديا على انستجرام وعلى الفيسبوك، وتقولوا لي بتتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه. قولوا لي مين الناس اتفرجت على الحلقة النهاردة بليز، يعني هبقى مبسوطة قوي اعرف مين اتفرج على الحلقة. طيب كل واحد فينا نفسه يقابل فارس أحلامه أو فتاة أحلامه، الشخص اللي بيحلم بيه طول حياته وبيخ في مخيلته. كل واحد فينا عنده يعني صفات كده بيتمنى إن هي تكون موجودة في شريك عمره، في التوأم روحه. فالنهاردة هقول لكم إزاي تقدر تجذب هذا الشخص إلى حياتك بمنتهى السهولة عن طريق تقنية قانون الجذب، وده اللي هيخليك قادر على إن أنت تقدر ان انت تجذب هذا الشخص يعني تجذب الشخص ده لحياتك، كأنك انت بتقوله تعالى انا بحبك محتاج لك. اول حاجة لو انت بتفكر في شخص معين، انا برجح انا كرشا ما بحبش ان انت تجذب شخص معين باسمه او شخص، يعني انا دايما برجح ان انت تجذب صفات ما تجذبش اشخاص، يعني مش بحب جذب الاشخاص، لان ما تعرفش سبحان الله يمكن يكون الشخص اللي انت معجب بيه دلوقتي او عايز ترتبط بيه مش مناسب ليك، او ان هو مش خير ليك. فانا برجح دايما ان احنا نجذب اكتر من ان احنا نجذب شخص معين، نجذب صفات. طيب يا رشا ازاي نقدر نجذب هذا الشخص؟ او هيبقى احنا بنجذب وجه غامض، بس بنجذب مجموعة من الصفات او مجموعة من السمات اللي بيتصف بيها ذلك الشخص. طيب في اول حاجه تمرين ورقه هنعمله، انا عملته لكم هوريه لكم، حتى النهارده وريته لكم في حلقه سالي. ثانيه واحده هنعمل الورقه دي. بصوا ايه الورقه دي، هنعمل دايره كبيره كده وهنطلع منها دايرات صغيره. الورقه الدايره الكبيره دي فيها الرجل، لو انا ست يعني بقول الرجل المناسب او الرجل الصح اللي انا عايزه اجذبه لحياتي. اوكي طيب لو ده ست، لو انا راجل وعايزه اجذب ست، اكتب المراه الصالحة أو الزوجة الصالحة اللي أنا عايز أجذبها لحياتي. طيب هنكتب كل الصفات اللي أنا محتاجاها في الرجل اللي أنا بحبه أو اللي أنا عايزة أشترك، يعني اللي أنا عايزة أرتبط بيه في المستقبل. يعني مثلا إن هو خلوق، مثلا طموح، ناجح، جذاب، دمه خفيف، أعزب يعني غير مرتبط طبعا عشان أنا مش هجذب راجل متجوز، يعني سعيد في حياته، يعني بيعرف يكون سعيد في حياته، وسيم، حسن المظهر، لطيف معايا، بيحبني بالرغم من عيوبي، يعني هو الشخص ده بيحبك بالرغم من عيوبك، حنين. اكتبي كتري كتري كتري، اكتبي كل حاجة نفسك فيها واكتب كل حاجة نفسك فيها. بيهتم بيا، بيحبني، شخصية قوية، مصلي، يعرف ربنا، بيخاف ربنا، فت فت يعني جسمه حلو، شكله حلو برضو، مستقل ماليا، يعني بيعرف يعمل فلوس، يعني مش عايش عالي على حد، عنده تطور ذاتي او عنده نمو شخصي. اكتبي كل الصفات تطلعيها كده وتعملي كذا نسخة من الورقة دي، يعني كأن او تصوريها، يعني الورقة دي اهو شايفين هنعمل منها كذا نسخة، مين هو الراجل المناسب اللي انا عايزة اجذبه لحياتي. هحط نسخة في المطبخ، مامتك بقى تفضحك، نسخة في الدولاب بتاعك، نسخة في المكتب بتاعك، نسخة في الكتب اللي بتقريها، على اساس ان انت تبقي في بتشوفي الورق كل شويه، تشوفي الورقه فانت بتستحضري صوره هذا الرجل. هل انت هتشوفي الرجل او الشخص ده او انت هتشوفي الشخص ده في بالك؟ لا، لان انا بجذب شخصيه غامضه، انا ما اعرفش شكلها بس انا بجذب مجموعه من الصفات. تاني حاجه لازم يعني الصفات المعينه دي اظبط ذبذباتي، يعني لازم كل واحد فينا عنده تردد، زي ما قلت ان انا طاقه، افكاري طاقه، كلماتي طاقه، فانا لازم ارد اظبط طاقتي على طاقه هذا الشخص، يعني احس ان انا استحق هذا الشخص. يعني مثلا ما اقولش هو انا ازاي، انا عمري ما اجذب، يعني ده سوري، يعني ده مراد السويفي في ذات نفسه، هقول ازاي انا اقدر اجذب الراجل ده، ما ينفعش اقول كده، لا انا لازم اقول ان انا استحق
جذب هذا الشخص، لان انا شخص كويس، لان انا شخص طموح، لان انا شخص ناجح، فانا استطيع واستحق جذب هذا الشخص. طيب، وعلى فكرة التمرين ده مش لجذب الراجل او امرأة. طب هنعمل ايه بقى؟ هنقعد في حتة كده، انا بحب الكنبة دي يا جماعة، دي كنبتي المفضلة. هنقعد في حتة احنا بنستريح لها نفسيا، مكان مريح نفسيا بالنسبة لنا، نسترخي خالص، نعمل ريلاكسيشن. وممكن تعمله في اي وقت، التمرين ده مش بيتعمل في وقت معين، بيتعمل في اي وقت، الصبح، الظهر، العصر، المغرب. انا بفضل دايما يعني قبل شروق الشمس، ويعني قبل الغروب يعني، او قبل يعني ساعة الغروب، انا بفضل الاوقات دي دايما يعني. ودايما يعني لو انتوا في مكان فيه مناظر طبيعية بتبقى المديتيشن فيه احلى، يعني قدام بحر، على جبل، على جبل ده حاجة، المكان ده اصلا بيبقى فيه طاقته عالية جدا جدا. طيب هنعمل ايه بقى؟ هتقعدي تتخيلي حياتك مع الشخص ده، غمضي عينك، تخيلي وانت صاحيه، تخيلي وانت في المطبخ، في كل حته تقدري تتخيلي على فكره، بس عايزاكي تكوني مسترخيه، مش بتفكري في حاجه تانية. تخيلي الشخص ده حياتك عامله ازاي، احساسك وشعورك، لازم تحسي بالمشاعر اللي انت هتحسيها وانت مع ذلك الشخص، مبسوطه، فرحانه، سعيده، مستقنيصه، خارجين رايحين سينما مع بعض، ماسكين ايديك في ايدين بعض، بتتمشوا على البحر مع بعض، بتتمشوا بالعربية على الكورنيش، بتسمعوا أغاني رومانسية في الزمالك، خارجين في الزمالك، خارجين خروجة رومانسية، قاعدين على النيل، قاعدين في مكان رومانسي، بتحكي، أنت بتحكي له عن مشكلة عندك في الشغل وهو بيسمعك. تخيلي كل حاجة نفسك تعمليها مع الشخص ده دون اللجوء إلى وجهه، حتى لو أنت معجبة بحد على فكرة، يعني أنت لو معجبة بحد أو أنت معجب بحد، ما تتخيلش الوجه، حاول تتخيل البورتفوليو أو الشخص اللي قدامك. تخيل ان انت مثلا بتحكي لها عن مديرك الرخم، تخيل ان انت بتحكي لها عن مشاكلك في الشغل، تخيل اي حاجه نفسك ترتبط يعني تحصل في الحقيقه مع الشخص اللي انت عايز ترتبط بيه، تخيل ان انت بتعملها دلوقتي مع ذلك الشخص. اوكي، طيب انا هتخيل اهو. طيب اعمل ايه تاني بقى؟ تخيل حياتك مع الشخص ده، تخيل مشاعرك، يعني السعاده، الرضا اللي انت حاسسها، تخيل شعورك الداخلي وانت مع الشخص ده، يعني تخيلي كده انت مع فارس احلامك، بصي مشاعرك هتبقى عامله ازاي، احساسك، نبضات قلبك، وتخيلي قد ايه انت مبسوطه ومرتاحه وبالك سعيد. فلازم تحس ان انت يعني ظبط ترددك وطاقتك على طاقه الشخص ده، او على سمات وصفات هذا الشخص، يعني حاسس ان انت مبسوط، سعيد، راضي، حاسس ان هو ده الشخص المناسب، عندك رضا، مش محتاج حاجة اكتر من كده، حاسس ان هو بيساعدك، بيفهمك، بيهتم بيك، حس كل الحاجات دي. يبقى لازم يا جماعة موضوع التردد والاهتزاز والحاجات دي، يعني انت تحس ان انت خلاص عايش الحالة كأنها حقيقة، كأنها واقع، كأنها مش حاجة مستحيلة، محدش يجي يقول لي مستحيلة، مش ممكن، وكأن انت هتجذب الشخص ده، يعني مفيش شك، مفيش شك ان انت هتقدر تجذب الشخص ده، مفيش شك ان انت هتقدر توصل للي انت عايزه. اوكي، الورقه دي حطوها كتير جدا جدا قدامكم، اللي هي الورقه اللي احنا عملناها، اللي هي بتاعت، هي راحت فين؟ كل شويه بص عليها، بتاعت الصفات دي. يعني كل شويه تخيليها وبصي عليها، لان اهم حاجه في موضوع قانون الجذب اللي هو التصور المرئي او التصور الذهني. طيب يا جماعه التمرين ده مهم جدا، كرروه وقت ما تحبوا، كرروه كتير، اهم حاجه ان انت تتخيل يا جماعه. التخيل ده يعني حول افكارك الى واقع عن طريق تخيلك، التخيل ده حاجه مهمه جدا. من الحاجات برضو المهمه جدا، بشوفها مهمه جدا، الاستغفار الكتير بعد التمرين، يعني دايما اكثروا من الاستغفار واشكروا ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولئن شكرتم لازيدنكم، فكل ما بتشكر ربنا على نعمه، كل ما بت وكل ما بت بتستغفر ربنا اكتر، كل ما بتكون حاجه كويسه. سلام، ويعني استغفروا ربنا كتير، ثواني يا ليلي، ربنا سبحانه وتعالى كتير، حاولوا ان انتوا يعني ايه، حاولوا ان انتوا تتصدقوا برضو، لان الصدقه سبحان الله بتقرب العبد لربنا. ادعوا ربنا كتير جدا، يعني الدعاء، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ادعوني فاستجب لكم، يعني ربنا بيقول لك لو انت دعيتني انا هستجيب ليك، فادعوا ربنا كتير وانتوا عندكم يقين في الاجابه. بجد نفذوا التمرين ده كذا مرة وانتوا هتشوفوا ان النتيجة بتاعته مضمونة بنسبة كبيرة جدا، هتقابل الشخص الصح اللي انت بتحلم بيه، هتقابل الشخص اللي انت نفسك تكون على علاقة بيه، ويعني يا سعده يا هناه يا هنياله يا فرحته،
اللي يقابل شخص مناسب ليه في حياته، شخص يحبه بجد ويهتم بيه بجد، ويبقى شخص صادق، شخص يعني مناسب، شخص صح. انت تقابل الشخص الصح في حياتك دي نعمة لازم تحمد ربنا. عشان كده اي حد اوريدي قابل الشخص ده في حياته لازم يحمد ربنا ويشكر ربنا كتير جدا جدا، لان دي من ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. شكرا، بحبكم جدا، اشوفكم في فيديو تاني. قولوا لي انتوا عملتوا التمرين ده قبل كده، لو في ناس جربته قبل كده قولوا لي، او قولوا لي هل عملتوا قانون الجذب او عملتوا تمارين قانون الجذب ونجحت معاك ولا لا. شكرا جدا جدا، مع السلامة، باي باي، اشوفكم في فيديو تاني، مع السلامة.